السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترى على الشاشة، هذا موقع ناسا، ناسا ساينس ايرث مون. هنا يقول لك above the core of the mantle، يعني هنا بتكلم هو عن طبقات القمر واختلاف هذه الطبقات في التركيب الكيميائي. above the core of the mantle يعني فوق اللب تبع القمر في عندك طبقة اسمها المانتل. المانتل هي عبارة عن حمم بركانية and the crust، وفوق المانتل في القشرة تبعت القمر. Differences in the composition between these layers tell a story of the moon being largely or even completely composed of great ocean of magma. يعني القمر كان في بدايته كله عبارة عن حمم بركانية مشتعلة، ماجما. بعد هو هون بقول لك كله أو أغلبه، يعني هذا من موقع ناسا كما ترى على الشاشة، بقول لك above the core فوق اللب في المانتل الحمم البركانية and the crust والقشرة القمرية. Differences in the composition between these layers tells a story، يخبر عن قصة of the moon being largely or even completely composed of a great ocean of magma. كان القمر عبارة عن محيطات كاملة أو أغلبها من الماجما، يعني كانت مشتعل، قمر كان مشتعلا ثم أطفئ. وهذا طبعا بعد البحث العلمي من موقع ناسا كما ترى. سأضع لك الرابط في أسفل الفيديو. طبعا لماذا هذا أنا مهم؟ لأنه عنا إحنا في آية في القرآن تقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ابن عباس قال كان القمر مشتعلا ثم أطفئ، وهذا موجود في تفسير ابن كثير، وسأعمل فيديو آخر إن شاء الله في هذا الموضوع وسأتي بتفسير ابن كثير. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.